السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. ما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءة وعندكم انسانية تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول تغيب العشرات من أعضاء مجلس النواب. هذا تقرير نشر على صحيفة العربي الجديد، وجاء به بأنه يتفاقم غياب العشرات من أعضاء مجلس النواب عن جلسات البرلمان وحتى عن جمهورهم وعن وسائل الإعلام. منهم جدد فازوا في الانتخابات التي أجريت في مايو آيار الماضي من عام 2018، ومنهم من المخضرمين كما جاء في التقرير الذين يمثلون قيادات الصف الأول للأحزاب السياسية، أبرزهم طبعا نور المالكي وحيدر العبادي وأسامة النجيفي وإياد علاوي وغيرهم، حتى أن بعض هؤلاء لم يؤدي اليمين الدستورية أصلا والتي تمثل بداية الانطلاق بالعمل التشريعي والرقابي وهو وظيفة البرلمان. يحدث أكثر من ذلك بأن غالبية النواب لا يتواصلون مع ممثليهم من المواطنين ممن انتخبوهم لعضوية المجلس، في حين أغلق كثير منهم هواتفهم بعد الفوز بالمقعد البرلماني ولم يعد لهم أثر، وصارت بينهم وبين ناخبيهم فواصل وحواجز وحرس. البرلمان كما معروف يضم 329 عضو من أحزاب سياسية متعددة، وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فإن حضور الجلسات واجب وطني ووظيفي، إلا أن غالبية الجلسات التي يشهدها المجلس الحالي والذي سبقه لم يصل الحضور فيها في كل الأحوال إلى 300 عضو حتى خلال الجلسات الأولى للدورة الرابعة وهي الحالية، والتي شهدت التصويت على المرشحين للوزارات في حكومة عادل عبد المهدي. طبعا لم تكتمل الحكومة لغاية الآن، فلم تتعدى المشاركة فيها 290 نائبا. هذه جلسة اختيار الحكومة، ما يشير إلى غياب متعمد من نواب يعتقدون أنهم أكبر شأنا من البرلمان. أما في الجلسات الاعتيادية التي تتضمن التصويت على قرارات عادية فلا يتعدى الحضور 190 نائب، أي أن نحو نصف النواب يمتنعون عن الحضور مع تقاعس في اتخاذ إجراءات قانونية من قبل رئاسة البرلمان المخولة بتلبية النائب الغائب ثم تحذيره ثم معاقبته وصولا إلى إسقاط عضويته إذا تطلب الأمر. خلال الأسبوع الماضي شهد البرلمان في العراق أولى حالات التنبيه بحق برلماني لا يحضر الجلسات، ونبه رئيس النواب محمد الحلبوسي زعيم ائتلاف الوطني النائب إياد علاوي بأن غياباته قد بلغت الحد المسموح به قانونيا، لكن هذا التنبيه فتح النار على الحلبوسي إذ توالت التصريحات من أعضاء كتلة علاوي وانتقدت إياه وقراره. وقال مصدر في الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بأن الكثير من النواب لا يعرفون بعضهم، ومنهم من فاز بعضوية المجلس وتوارى عن الأنظار كما في الدورات السابقة، إذ كان هناك نائب يسكن في دبي جاء مرة واحدة فقط إلى البرلمان من أجل تأدية اليمين الدستورية واختفى بعدها والحال نفسه في الدورة الحالية. هذا التغيب من قبل البرلمانيين إذا دل على شيء دل على
التسيب ودل على أن السلطة التشريعية بالفعل لا تقوم بواجبها وبدورها التشريعي منذ 2005 ولغاية الآن. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع تغيب أعضاء البرلمان. معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. علي تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة بالصوت مع علي من بغداد. طبعا أشارت الدائرة الإعلامية بأن أسامة النجيفي مثلا يعتقد بأنه أكبر من مجلس النواب وأرفع شأنا من أن يجلس مع غيره من السياسيين الجدد وأعضاء الأحزاب الفتية والصغيرة. المصدر أكد بأن أكثر من 10 نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية الآن، وهذا بخلاف الدستور، بعد مرور أشهر على بدء عمل البرلمان، ومنهم نور المالكي وحيدر العبادي وقيادات أخرى كإياد علاوي الذي يرفض حتى تنبيهات رئاسة المجلس والخطابات الشخصية والاتصالات من قبل الدائرة الإعلامية. أشار إلى أن رئاسة المجلس تتعامل بانتقائية في توجيه التحذيرات للمتغيبين، إذ أن الحلبوسي يتحاشى تحذير المالكي من الاستمرار في الغياب، إلا أنه قوي على أياد علاوي كما قال، وبعض النواب من الأحزاب التي لا تمثل خطرا سياسيا على حزب الحلبوسي. غيابات النواب ساهمت كثيرا في إهمال العديد من الملفات والقوانين التي كانت من المفترض أن يصوت عليها في البرلمان، كما جاء يعني على لسان النائب السابق في البرلمان رحيم الدراجي، وقال بأن قضية غيابات النواب ليست وليدة الدورة البرلمانية الحالية، إنما مجلس النواب على هذا الحال منذ أول برلمان في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003. وأضاف أنه مرت جلسات كثيرة وأعداد الغائبين تفوق 100 نائب، ووصلت في بعض الأحيان كما قال رحيم الشمري إلى غياب أكثر من نصف أعضاء البرلمان. أوضح بأن الخلل يقع على رئاسة البرلمان التي لم تضمن في نظامها الداخلي قرارات وقوانين تلزم النائب بالدوام، وبقي الأمر متعلقا بالاتفاقات السياسية، وأحد الاتفاقات السياسية بين الأحزاب والكتل من جهة، وبين الأحزاب ورئاسة البرلمان من جهة أخرى، بأن رؤساء الأحزاب من لهم أعضاء في البرلمان لا يدخلوا البرلمان ولا تتطرق الرئاسة إلى غيابهم. واعتبر الدراجي بأن غيابات النواب ساهمت كثيرا في إهمال العديد من الملفات والقوانين التي كان من المفترض أن يصوت عليها مجلس النواب، وليست مبالغة كما قال الدراجي بأن قلت بأن مئات المواضيع التي كانت جاهزة من أجل مناقشة تم تمريرها لخدمة المواطنين تم تعطيلها لفترات بسبب غياب النواب، إلى أن اضطرت الرئاسة إلى إخفائها وفتح غيرها. يعني الأمر اللي يهم المواطن تم إلغاءه من خلال السلطة التشريعية بسبب تغيب البرلمانيين كما يقول النائب السابق رحيم الشمري. علي من بغداد عاود الاتصال معنا، تفضل علي. علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم حياتي. السلام ورحمة الله. تحية لك أستاذ عمر وتحية للقناة. حياك الله، يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. شو تفسر هذا التغيب من قبل البرلمانيين، خاصة يعني إذا صح التعبير الرؤوس الكبيرة ما يحضرون للجلسات، جلسات البرلمان ما يحضروها؟ نعم علي تسمعني؟ نعرف انه نعرف تفضل. في عام 2003 نعم علي تفضل. علي يبدو ان هناك مشكلة بالاتصال مع علي من بغداد، شكرا لك علي. طبعا عضو تيار الحكمة محمد الأكاش أشار من جهته إلى وجود مساحة فارغة واسعة بين النائب والمواطن الذي انتخبه، وهذه المساحة
لم يتمكن إلا عدد قليل من النواب من إزالتها، إذ أن غالبية النواب ما يصل إلى البرلمان حتى يغلقوا حتى هواتفهم القديمة ويستبدلونها بخطوط جديدة. لا توجد فقرة في القانون كما قال تؤازر المواطن على حساب النائب، وأوضح بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن فقرة مهمة وهي تشرح كيفية دوام النائب وعمل النائب وتنسيق وقته بين جلسات البرلمان والتواصل مع دائرته الانتخابية، وهو أن يحضر النائب لمدة أسبوع جلسات البرلمان، والأسبوع الثاني يجتمع مع مجتمعه الذي انتخبه، لكن هذا الأمر لا يحصل، فلا النائب يحضر البرلمان ولا يتواصل مع أهله وناسه الذين انتخبوا. المراقب بالشأن المحلي محمد عماد في التقرير الذي جاء في صحيفة العربي الجديد أشار إلى أن النظام الداخلي للبرلمان في العراق لا يتضمن أي مادة تمنع النائب من إغلاق هاتفه الشخصي، خصوصا في أيام العطل الرسمية لعمل مجلس النواب، لكن يجب على النائب أن يتواصل مع من يمثلهم في مناطقهم ومحافظاتهم أثناء أيام العطلة، وهذا ما وجهت به رئاسة مجلس النواب في أولى الجلسات، لكن ترى بأن الكثير من النواب يقضون عطلهم خارج العراق. لفت إلى أن هناك نواب فضائيين كما أشار، فهم غير معروفين لنظرائهم ولا حتى المواطنين، كما أنهم لا يظهرون في وسائل الإعلام، فيما الذين يتواصلون مع الإعلام ليسوا أكثر من 20% من العدد الكلي لأعضاء البرلمان في العراق. وهذا يدل كما أشار، وهذا يدل على أن الكثير من أعضاء مجلس النواب غير جاهزين لإبداء رأيهم أو مواجهة الناس. نعم، معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الجماعة يأخذون استحقاقات ويأخذون رواتب وبعدين يأخذ تقاعد وراء 4 سنوات وما يحضر جلسات البرلمان ويتغيب بشكل دائم، وبيهم ما مؤدي اليمين الدستورية، شنو رأيك؟ أخي عمر، رأيي تعرف أحد البرلمانيين البريطانيين تأخر 5 دقائق قدم استقالته. نعم، يعني 5 دقائق، يعني في واحد برلماني أظن نقلته وسائل الإعلام. نعم، السنة الماضية. نعم نعم. فأخي الكريم، لكن التناقض الشديد، يعني الأمريكان والبريطانيين، يعني توني بلير وجورج بوش لما أجري الانتخابات في العراق نقلوا برقيات تهاني إن هناك أول عملية ديمقراطية حرة في العراق تجرى في العراق في الشرق الأوسط، يعني أول عملية ديمقراطية حرة تجرى في الشرق الأوسط وهو في العراق، فأرسلوا برقيات التهاني. لكن هذا هو واقع البرلمان العراقي، وهذا هو الانتخابات، وها هو الحكم من 2003 ولغاية الآن. الأخت، يعني أنتم الآن نقلتم صورة وصوت المقطع، الأخت يقول حكم شيعي، هي أقرت، يقول 15 سنة إيش شفنا، جئتوا بجنطة ولازم تطلعوا بجنطة. فلذلك كثير من أتباع المذهب الشيعي يعني يزعلون لما واحد أبو عبد الله. نعم. أبو عبد الله. نعم. يعني نعم. إحنا خلينا نكون صريحين، هذا الموضوع احنا عندنا نواب يدعون تمثيلهم للسنة ايش قدموا للسنة، وهناك نواب يدعون تمثيلهم للشيعة ايش قدموا للشيعة. فاحنا اذا نتحدث بهذا الموضوع، اذا احنا يعني نذب اللوم على مذهب واحد فهذا الامر خطأ، لان احنا عندنا ناس يدعون تمثيلهم للسنة من العام 2003 ولغاية الان لم يجني اهل السنة منهم اي شيء، بل هناك نواب حتى وسائل الاعلام ما عرفتهم ألا قبل الانتخابات. يعني على سبيل المثال، أقرب انتخابات اللي صارت شهر 6/2018 العام الماضي طلعوا على وسائل الإعلام ما تعرفهم من الموصل ومن غير الموصل وكذا، طلعوا يقال لك والله نواب في البرلمان. لو سمحت يعني أخي الكريم. نعم. يعني مالكي، أنتم نقلتم أيضا صورة وصوت يقول أخذنا الحكم وما نمطيها. نعم. يعني المالكي يقول. نعم. اي نعم. فالذي الاخت ايضا تكلمت قالت يعني حكم اسلامي، فاحنا ايضا يجب ان نحل جذور المشكله. نعم. كيف يصل العراق والعراقيين الى بر الامان ويعيشوا في امن وسلام؟ يجب ان نرجع نشوف ما هو الاسلام، هل عندنا اسلام سني اسلام شيعي؟ احنا عندنا اسلام
ما قال الله وقال الرسول. نعم. إن نحن عندنا الإسلام أبو والله عبدالله. عز وجل كما قال في القرآن المحمد نعم. أرتد أبو عبد الله نعم. نعم الجماعة كل من شاد عمامة من كل الأطراف وإذا مو عمامة يحكي لك بالمبادئ ويحكي لك بالدين وشل الفائدة؟ مثل ما قلت لك يعني نحن نرجع إلى أصل الإسلام. الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا نعرف الصحابة كيف حكموا، يعني مثلا يعني كانوا يخافون لأنه هذه مسؤولية، هذه يعني أمانة. يعني مثلا الآن معمم أمام حمودي يطلع صورة وصوت يقول الحرية الذي أنتم فيها يحسدكم كثير من الدول الجوار. فعلاء مجذوب يعني هو شيعي، علاء مجذوب ليس سني، انتقد إيران وقتلوه، أين الحرية؟ عرفت؟ هذه يعني هذه الواقع يعني بين كذبهم ودجلهم. فنحن يجب أن نعرف أن منبع الإسلام، أصل الإسلام، الإسلام جاء رحمة للعالمين. الميليشيات ما يفعلون، الميليشيات الصفوية، ميليشيا بدر والصدر وغيرهم، استحواذ على المساجد، تدمير المساجد، قتل الناس، التهجير، إلى متى؟ إلى متى؟ يجب أن يعني عندما واحد ينتقدهم يزعلون زعل شديد، تعال ها أنت تهاجم على الشيعة. نحن نريد أن يعيش الطوائف، الناس يعيشوا في أمن وسلام، وهذا الأمن والسلام يتحقق بالرجوع إلى الرشد. الله عز وجل عندما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يجب العلم، يجب أن توعية الناس. المدارس خربت، المستشفيات خربت، ويأتي معمم ويقول الحرية الذي أنتم فيه، أي حرية؟ أنا أريد أعطينا دليل، أنا أريد نرى واقع العراقي. عندما ينزل أمطار العراقيين أهل بغداد مساكين يعني يمشون يعني في داخل الطين، ويعني إلى متى؟ إلى متى هذا؟ نعم. والمليارات يسرق. يعني مثلا هشام زباري في مثلا نعيد ونكرر يقول برلماني واحد سرق 6 مليار دولار، هذا برلماني واحد، فيسرق خيرات العراق. نعم مو برلماني، هذا صديق نور المالكي. المهم سواء كان نعم. يعني أي يعني كلهم يا أخي. والأخت الآن هي تقول أنا شيعية بأعلى صوتها، تقول أنا حكم إسلامي، جئت بجانطة أطلعوا بجانطة. فيعني نعم. هم ناس يعني يعاني، والقتل والفتنة إلى متى؟ إلى متى؟ نعم أنا أشكرك أبو عبد الله. يعني أنا من يعني صححت المعلومة، قلت إنه هذا مو برلماني وأخذ 6.5 مليار كما صرح في وقتها وزير المالية السابق هوشير زيباري. إذا كان برلماني لا عاد ايش قد ياخذ. نعم معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. يحفظكم جميعا، كل قادر القناة جنابك. آمين يا رب. وكل العراقيين اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أهلك أعداءهم، اللهم انتقم من كل ما يريد شر بهذا البلد بكل مكوناته. أستاذ عمر حبيبي هو رئيس البرلمان غير دستوري، لأنه الدستور يقول المفروض 40 سنة بالقليل، هو 38. أكو ناس ما يجون أبداً، هم بيناتهم يقولوا إحنا ما جاي نشوف هذا، بس يجي أخذ راتب، أو هو انتخباه هو في لندن أو في الإمارات أو في إيران، فهو غير دستور. يعني هو هذا البرلمان غير دستوري. وبعدين وين الانتخابات؟ إذا هم يقولون، هم يقولون 20%، زين وينهم؟ يعني 80% ما يريدكم، الشعب العراقي كله ما يريدكم الله وكيلك. بالمناسبة اللي يحجون على الإسلام والعمائم بالبرلمان، عم المناطق الشيعية، أنا ابن هاي المنطقة، الناس يريدون علمانيين، بل عندنا بيناتنا نحكيها لله وللتاريخ والضمير. يا أخو عين يقول الشيعة ما تركتكم، أنا أريد السنة يحكموننا الله وكيلك، لا هاي الطائفية الموجودة ولا الاستقوائية ولا 62 حزب، وكل يوم تفجر مخزن وكل يوم تقتل وما تقدر تحكي. لا الطبيب مرتاح، لا الإنسان، لا المعلم مرتاح، لا ناس عندهم مية تشرب، ما تحاول أنت. والله الذي لا إله إلا هو، بيتك انت ما مرتاح. عمي شنو احنا وين واصلين؟ وين وصلنا البلد؟ هاي الاخت هاي اللي قاعدة تقول انا شيعية ما منتمي، عمي احنا ما منتمين، الانتماء سوا حتى انتوا اللي ما منتمي. يا اخوان يا عراقيين فكر بالعراق، هذول ناس اغبياء اللي مسيطرين علينا، وين يعيشون؟ يعيشون بمشاكلنا، يعيشون بتفرقتنا، يعيشون على هاي السني والكردي والعربي، ترى
هم يعيشون على هذا، والا هذا اللي جاني انا على اساس يبثني باسم علي بن ابي طالب وشيعي وجاني معمم. انت المعمم شو لك بهالسالفه جايين هنا؟ شنو؟ عم الناس تريد علمانيين، عم الناس ملت من هذا الدين وهذا المذهب اللي انتم متخذينه. كذب بكذب بكذب، شفنا احنا عمرنا 70 سنه قبل. زين هذا اللي ابو علي انت فتحت هذا الموضوع، يعني هذا اللي يحكي بالدين ويصلي ويصوم واذا قدر يروح يحج، يعني اغلبهم يروحون يحجون البرلماني كل سنه. زين هذا من ياخذ راتب وياخذ استحقاقات والى اخره، وحتى دوام ما يداوم، يعني ما يقول عمي خليني اروح احلل خبزتي. عمر انا سالتهم. نعم. واحنا الفقه الشيعي يعني اكثر العراقيين يعني حتى هم شيعكم يقولون هذا المال اللي ناخذه حلال، ليش؟ لان مجهول المالك، يعني مو مال واحد مخصوص، هو يشرعون. انا سالهم اقول له انت اجيت كل شيء ما عندك، انت كنت الدائر من عندي، اليوم انت امبراطوريه. يقول هسه انت وش حالك حمامك؟ يعني انت شنو؟ قلت له اخذ حقوق والله والله. يقول هذا حلال لانه مو بس هاي، اكو مراجع عندنا بالمذهب الشيعي في كربلاء والنجف تجوز ان تطلب الرشوه، وتجوز ان تاخذ وتبوق من العراق. ليش؟ لان يقول لك انت مجبور، خلي يسمعونا كل العراقيين، مجبور لانه شغلتك ما تمشي فيجوز لك ان تطي. لا اله الا الله. وانا عندي معامله شهرا ما خلصت، فما انطيت وما اعطي وما انطي، لانه معنا كلها على الراشد المنتجه. فشاهدنا يا باسم الاسلام، باسم الاسلام وباسم المرجعيه. وانا اعلق على الاخ العزيز ابو عبد الله. عمي هو سيستان قال لي احسن دستور بالعالم، ولما قلنا ليش البلدان العربيه ما تجي وياكم وتفتح لها سفارات؟ قال حتى لا نصير مثلهم، لانه انا راح نصير قدوه بالعالم. فالبلدان الخليجيه، فالبلدان الخليجيه راح نشوف انتم عندكم حريه، فهم راح يخافون. انا عند اشوف اذا الشعب مرتاح وعنده حريه وياكل خبزته براحته ويعيش بكرامه، يعني البلدان الجوار يعني تخاف؟ مو احنا المشكله، المشكله هذا اللي سلط على العراق. لما التقى برئيس الجمهوريه المصريه لو اتذكر سوريا، ما يمثل العراق سفير فخامه الرئيس، ما يقول فخامه الرئيس. هيك نماذج، هيك نماذج عاقبتنا يا عراقيين. نعم. فكروا بالعراق، احنا وين ودينا؟ انت ظلم السني او ظلم الكردي او الكردي ظلم السني او بالعكس. تصور انت راح ترتاح؟ يعني انت وين تريد توصل؟ انتم وين راح توصلون؟ ليش يضحكون علينا الى متى؟ ليش علينا تحصل على باقي البلدان؟ نعم. يعني بالله عليكم ميه ما عندنا، احنا ما عندنا حريه؟ بس احنا جابت لنا هاي الدوله بس المواد المخدرة، وما شاء الله انتصرنا المليونية نروح مشي. يعني هو هذا وين عكست علينا أخلاق الإمام الحسين والعطاء والبذل؟ وأنا عندنا أيتام قاتلها الجوع والفقرة، والناس قاعدة تبيع أطفالها وتبيع كليتها، احنا وين وصلنا؟ وأنا أشكرك والله. أنا أشكرك أبو علي، أنا أشكرك أبو علي من كربلاء كان معنا. نعم معنا اتصال أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الرافدين البطلة. حياك الله يا أهلا بيك. المعايدة الشريفة. حياك الله يا أهلا بيك. أولا اليوم الساعة 11 رقت عبوة الجيش. الجيش وإسعافات قام تجر. نعم. للطارمية. هاي وراها راح يسدون الطريق ويقوم يجون بالدرابين ويقوم يفشرون ويقوم يحشون حشي وسخ. هاي مبينة ندري بها الطارمية راح يسدونها لأنه اسعافات هواي طلعا. واريد اعرج على ذيول ايران. ذاك اليوم طلع واحد بالجنوب يقول السنه انطوا بناتهم وخواتهم ونسوانهم داعش. لا خلي يسمع كل واحد شيعي شريف، كل واحد شيعي شريف خلي يسمع. احنا انطينا بناتنا على سنة الله ورسوله القاتلة والأمريكان، وطلعوا الأمريكان من الأراضي، فهاي لا يصير ببالهم ولا يخششونها. ترى ما تكش بعقل حتى المخبل، حتى ما عنده عقل ما تكش بعقله.
احنا ما ننطي نسواننا لا داعش ولا غير داعش، بس نفتخر اذا ننطي نسواننا للطرد الامريكان. ابو فهد، ابو فهد، نعم، احنا موضوعنا اليوم على تغيب البرلمانيين في البرلمان. الجماعة ما يداومون، مو بس هاي الدورة والدورات السابقة، شو تقول انت؟ والله يا أستاذ، هي دورات سابقة كلها نفس الشيء، كلها ماكو وصل صدق بيهم واحد خوش آدمي. وأنا العراق، هو العراق ايش ضل بيه؟ العراق خلوه مضحكة للدول. اكو دولة يا معود احنا هسه واحد من يقول ألف رحمة لو صدام نقدول، لا 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 تقول هالشكل هذا. هو من كان صدام الله يرحمه، اكو نملة تمشي على الحدود يمو، خلونا مضحكة للدول، خلوا العالم دايحة. هسه اكون تيجي ببغداد وتشوف النساء تشحن فلتر كلايت شقد، تشوف البطالة شقد، تشوف العالم. عم العالم، العالم وصلت الى حد، بس العالم ما عدا شيء، العالم ما عدا شيء. اجوا عصابات واخذوا سلاح العرب كله، واخذوا سلاحنا وما خلوا عندنا كل شيء. فاحنا لا حول ولا قوه عندنا. ترى يقول ليش ما يطلعون العراقيين؟ فهذا خطان، احنا نطلع، بس انا ما اطلع اخلي واحد ناقص مو خوش ادم يضربني ويقتلني. ولا 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 العراقيين ترى يعني هاي ثورات واسباع والله، بس ما بقى عندهم شيء، ما بقى الاسلحه مالتهم اللي عند رشاشه اخذوها، اللي عند مسدس اخذوها، ما خلوا علينا. فهاي هذا مثل ما قالوا شو اسمه طه ياسين رمضان، ما يقولهم ذول اللصوص مو معارضه، وفعلا ذول اللصوص، وفعلا ذول اللصوص، لان العراق خربوه. ايش خلوا بالعراق؟ نعم والله يا اخي، يعني شغلتنا ما تسولف نهائيا. وعجزنا يعني عجزنا من نقول ذول البرلمان يتغيبون، هاي عادي، هم من زمان من زمان يتغيبون وياخذون فلوس ويسلبون من العالم وعندهم عصابات، هاي ندري بيها استاذ، ندري بيها. نعم بس شو نسوي؟ نقول الله هو اللي يقدر لهم. ونعم بالله. ابو فهم الطارميه كان معنا، معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك، هلا ابو عمر. دكتور عمر، بالنسبه دكتور الروس الكبيره الصماخات ماكو هاي؟ نعم هذا صماخات سمعوا من بوغا، اقول لك لا، بس بعد معيني مع الجيزه هذول يعرفون البوغا شلون تجي وشلون تصير، زين يعرفون زواغيها ودروبها كلها يعرفوها. فجايبين هسه حزب اللغه الجديده برلمانيين يسموها مجلس الدواب اجلكم الله، هذول علاقه، هذول ما غايبين استاذ، هذا اتهام زور وباطل عن اعتبره، هذول ما غايبين، هذول موجودين في بلدان يستلمون اموال المسروقه من هذا صراخ كبير نوري ولا حيدوري ولا غيره وغيره، او قائد او حيات، كلهم دول يستلمون الاموال المسروقه هناك ويحولوها، هذول ياخذوها من عندهم. واكو قسم الاخر شو يسوي؟ هذا جديد يقول لك انا راتب مصغره والمخصصات مصغره، ومن اسوي نفسي وجعان مريض تحصلي في 10 ملايين 15 مليون بحجه العيال. هذا مصغره بس اكو شغلات يقولوا له انزل بالوزارات، انزل على الوزارات، ماكو على دوائر كلها وحده وحده، خموها شوفوا البوقات وين اكو، تاموهم عليها، زين النص عندكم ونص عنده. فهي هاي ما السالفه، هذا مال الغايبين، ما غايبين قوتره، هذول 24 ساعه يشتغلون استاذ، ليل ونهار يشتغلون، يعرفون شلون يدبروها ويعرفون كيف توكل الكتب، من اين توكل الكتب؟ ابو عمر، يعني عدا اجتماعاتهم اللي تسفر عن قوانينهم، اما امتيازات لهم اما استحقاقات اما قوانين تسن مثل قانون رفحة، ايش قدم الدورات السابقة وهذا البرلمان اللي صار له تقريبا اكثر من 5 أشهر، ايش قدموا للمواطن من قانون حتى يشار له بالبنان يقول لك والله يعني البرلمان قدم شيء؟ يوم تسمع والله اجتثاث، ويوم تسمع مصادرة الأموال المنقولة وغير منقولة، ولما تجي تلقى مثلا ضابط برتبة رائد أو نقيب في النظام السابق تم الاستيلاء على أملاكه، لا والقرار حتى إذا كانت الأملاك يعني مسجلة مثلا باسم زوجته أو باسم أبوه. ايش قدمت الدورات السابقة من البرلمانات السابقة والحالية لقرار مهم وحيوي يخدم المواطن العراقي؟ والله
قرارات واحد يسد اللهم جابوا قرارات آلاف عشرات الآلاف من القرارات طلعوها. نعم. بس جيب الحليبة طاهر والشريفة وخيط يطبق القرار. الجند يطبقه ولا الشرطي يطبقه ولا الميليشيا يطبقه ولا الأحزاب الكبيرة ما حد يحترمه. يقول له هذا بس نضحك على الناس دي. يقول ما أخذكم الله أخذي. هم عايزين إحنا بس نجوا. هم عايزين عيال واحد يرفع ولا أخي كبير. نعم. أنا أبو عمر أشكرك وأعتذر منك لأن الصوت بمشكلة. صباح من بغداد. تفضل صباح. السلام عليكم أستاذ عمر. السلام ورحمة الله. يا أهلا بك. الله يسلمك. بالنسبة لموضوعكم على التغيب البرلمانيين، إحنا يعني البرلمان بحد ذاته من تأسيسه لحد الآن بعد السقوط لحد الآن شنو اللي القرارات والتشريعات القوانين اللي شرعها هي بخدمة المواطن، بخدمة المواطن العراقي البسيط العاطل عن العمل أو العجزة أو كبار السن أو كل فواصل الشعب، يعني من مثقفين من أطباء من مهندسين من طلاب خريجين، شنو اللي قدموه قرارات تخدم المواطن العراقي؟ ماكو أي قرار. يعني أتحداهم إذا طبقهم على واقع الحال قرار يخدم المواطن العراقي البسيط في جنوب العراق أولا وفي غرب العراق من يعني الدرجة الثانية، اللي قدموه بس خدمة أنفسهم وتحسين المعاش لهم والعوائلهم لعشرات السنين. اما المواطن العراقي البسيط يعني احنا نعرف شلون اهل الجنوب جاي يعيشون وحزام بغداد شلون يعيش والمحافظات السنيه اللي تم تدميرها والبرلمان يعني يشاهد هذا التدمير والتهجير والبنيه التحتيه لهاي المناطق اللي دمرت بالكامل. يعني شنو قدم البرلمان؟ انه لا شيء. يعني هسه اذا يقيلون كل البرلمان او يقفلون البنايه مال البرلمان ويظل العراق بدون برلمان من ناس سنه، شنو راح يصير؟ ما راح يصير شيء. احنا نعرف ان الحكومه العراقيه هي عباره عن مافيا وهي اكو اشخاص هم اللي جاي يديرون الحكومه، مثلا معروفين هم المالكي وابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري وغيرهم من حزب الدعوه وبدر، هم اللي وقاسم سليماني والسفير الايراني هم اللي يقررون وهم اللي يديرون. يعني ابسط شيء جرف الصخر اللي هي تعاني صار لها اكثر من 4 سنوات يقول لك تم تحريرها. تحريرها من منو؟ عصابات ارهابيه داعشيه ما يخالف طلعت هاي العصابات اللي رجعوا اهلها اللي اغلبيتهم مهجرين ببغداد وفي أربيل وإقليم كردستان. شنو قرارات البرلمان؟ كلهم يدامون تلقاهم لو بدبي لو تلقاهم بعمان لو بلبنان بالملاهي يصدعون بالنسبة للبرلمان. أما يعني البرلماني أو أغلب البرلماني ما محترمين الجلسات التشريعية وجلسات البرلمان في هذه الدورة وفي الدورات السابقة. شكل الدولة داخليا وخارجيا شلون راح يكون محترم وشلون راح تكون له مكانة بين الدول؟ أستاذ هسه الشارع العراقي أي مواطن عراقي يسوي لقاء وياه بأي بغداد بأي مكان بأي دولة يسوي لقاء وخلي يطي رأيه بالحكومة، ما يحترم لا برلماني يعني رأيه الشخصي يعني منهار. يعني قبل يتهجم لك على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الوزراء ومع الأسف هاي المناصب هيك يستغلوها هيك أشخاص وعلى أي برلماني تريده يتجاوز. يعني هسه إحنا كسنة أي سياسي سني برلماني هو عبارة عن عميل وشخص سارق، يعني ما بيهم لا تستثني أحد من عندهم شريف، ما يملكون ذرة من الشرف كل البرلمانيين السنة. ولا شوف احنا هاي الانتهاكات اللي جاي يصير بمناطقنا وهم واقفين عجزة ما يقدمون أي شيء. فالبرلمان غير محترم من الشارع العراقي نهائيا. واحنا نشوف هسه هاي التطاولات اللي جاي يصير عليهم، لكن مع الاسف هم ما عندهم كرامه ان يبقون. المفروض يذبون استقالات، كلهم يذبون استقالات يبقون ملاهي لبنان او ملاهي دبي او ملاهي عمان يبقون هناك كرجال، والنساء البرلمانيات يروحن لبنان يظلن يسوون تجميل. شوف الطبلك للبرلمان شلون سعلوه ورا ما تخلص ال4 سنوات الله وكيلك تطلع ما تعرفها. اذا تقارن صورتها بالانتخابات وصورتها بعد الانتهاء المرحله الاربع
سنوات من وراء التجميل وعمليات التجميل بلبنان دا يخاطب هذا الموضوع كنساء والرجال أموال وملاهي وغيره وسرقة المال العام. أما المواطن العراقي الفقير ما يفكرون به ولا يفكرون بمصلحته ولا بناء مستشفيات أو مستوصف أو مدرسة نموذجية، بالعكس عايشين على البنية التحتية اللي بناها النظام السابق. أما هم ما استحدثوا أي شيء، لا بناء، لا بوزارة الصحة، لا طورا من الزراعة، لا طورا من المحطات الكهربائية. النفط لهم وللأحزاب الإسلامية، أما الشعب إلى المفخخات والاغتيالات والجوع والفقر وعطالة والمخدرات هاي اللي هم سمحهم البرلمانيين أغلبهم قسم من عندهم هم تجار مخدرات. أحكي لك يا هذا من البصرة برلماني يحلف ويتكفر مواطن يقول محميين جماعته هم اللي يدخلون، يقول مئات الكيلوات يدخلوها. حاكم الزامل صرح بها تصريح قبل فترة، يعني موضوع يعني المخدرات يعني محمي من قبل أحزاب سياسية متنفذة، أحزاب سياسية وعمائم وبرلمانيين وأعضاء مجلس محافظة البصرة مشتركين بهذا الموضوع. مجرد أن يريد يخلون الشعب مغيب ومخدر ويتعاطى المخدرات بأي وقت، الشعب العراقي يسمح القانون أو الحكومة تسمح بإدخال هاي المواد السامة اللي تضر بالمجتمع العراقي بزمن صدام اللي هم يحجون عنه ومع الأسف يتطاولون عليه. كان اللي يدخل المخابرات المخدرات ينعدم، اللي أبو الجمارك ينعدم، التاجر ينعدم، المتعاطي ينسجن بالعشرين سنة. فممنوع منعا باتا هاي المادة وما مسموح بيها، يعني احنا نعرفها ماكو هاي المادة سابقا. لكن أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. رسائل والساب يقول مبروك من الإمارات، يقول يحدث في الدول أن يحضر من فاز بالانتخابات أو آخرون من سياسيين قدماء جلسات البرلمان أو يتغيبوا، لكن في العراق العكس، فمن فاز بالانتخابات أو كان ممن مارسوا السياسة غائبين أو حاضرين في مواقع العمل السياسي. الشعب قد ينتظر من هؤلاء أي خير يخدم واقعهم في البلد ويعيد الحقوق لأصحابها في البلد ويعيد البلد استعادة دوره الريادي ويكون حكمه بأيدي وطنية همها إعادة حقوق الشعب واستعادة البلد للمسار الصحيح. علي البرزنتشي يقول كنت في اتصال على الهواء، علي اللي اتصل قبل شوية، يقول وحصل خلل فني قدر الله، إن شاء الله نسمع صوتك في الحلقات القادمة. أخ علي يقول بالنسبة للبرلمانيين الرؤوس الكبيرة، هل يذكرون في 2003 أين كانوا ومن كان يدعمهم؟ هؤلاء المنادون بسقوط أمريكا والآن ينامون في أحضان إيران، هؤلاء تجار الإسلام ورؤساء العصابات الكبيرة يعملون أو يملكون ملايين الدولارات وأملاكهم وعصاباتهم وأعمالهم التي يديرونها يوميا. يا شعب العراق أو أي شعب عراق، أي حضور، أي برلمان سيهتمون به؟ فلنكن واقعيين، هذا البرلمان كله عبارة عن مركز رجال أعمال يديره هؤلاء الرؤساء أو الرؤوس، عذرا فهم أشباه الرجال. نعم. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا حضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولا في العراق الشريف. أهلا وسهلا بك. أستاذ، إحنا صار لنا من 2003 كم برلمان، يعني قبة البرلمان انتفضوا، يمكن ثلاثة أربعة، يعني أتصور يمكن أربعة يمكن. زين، ما شفنا شيء يعني اللي يفضح الشعب العراقي، هم كلها عبارة عن قضاء وبها دمى تتحرك من قبل مجلس الوزراء، من قبل رؤساء الميليشيات، ومن قبل العراق. أستاذ، يعني التغيب مو ظاهرة يعني جديدة، التغيب يعني عادي هذا موجود، يعني احنا من زمان نشوف انه قبة البرلمان التخصص الحضوري للبرلمان دائما هو ناقص، دائما ناقص، يعني انه تؤجل اقرار القانون السلامي إلى الجلسة الأخرى لعدم اكتمال النصاب. نعم أستاذ، يعني البرلماني أول شيء من جاء هو نسى مسؤوليته أمام الشعب، يعني فقد الشرعية وفقد الإنسانية وفقد القدرة على شعبه. صار لنا كم برلمان أسس، ما شفنا برلماني يعني دافع عن العراق وأقر القانون لصالح الشعب العراقي. كل واحد يجي برلماني يطلع مع الاعتذار خيشة البرلمان
الفلاني الفلاني، خاصة مش عن دوري. يقول احنا كلنا عبارة عن ميليشيات وعن عصابات تستحوذ على اموال الناس، وناخذ نفتح ملفات وناخذ رشوات وما نفتح للملفات، ويعني هذا يعني كل واحد. وبعدين استاذ عندما تقوم يعني البرلمان في اثناء عقد الجلسه نشوف الضرب بالايدي مع الاعتذار اجلكم الله وبالاحذيه وبالابطال الماي وكلمات بديعه وناس نساء تضرب على النيوز، وهذه يعني وين يعني هذا البرلماني يجب ان يكون اولا مثقف، ثانيا عنده يعني عزه نفس كبيره، يعني ما شفنا هذا الشيء. طبعا اللي موجوده كافيتيريا شوكت ما يطلع يروح يقعد بالكافيتيريا يشرب قهوه يشرب يدخن لجداره وفارق البرلمان بالعقد، يعني ليش؟ لانه ماكو قانون استاذ. نعم. اي قانون من قبل رئيس البرلمان ما يقدر انه ينفذ قانون بحق، لان كلهم منتمين الى احزاب والى رجال سياسه كبار من مجلس الوزراء. فشو راح يصير عندنا يعني برلمان؟ خلي يشوفون البرلمان البرلمانيين بالعالم كله، يعني اذا نص ساعه او خمس دقائق يتاخر ايش راح يصير فيه؟ وبعدين استاذ هو حتى الكريم الجمهوري عندما خرج من البرلمان وصار مكان الحلبوسي اعتذر قال احنا ما لدينا سلاح السحب العراقي. لا صار لك زين انت ايش تسوي بعد اربع سنين ثمان سنين؟ شنو الخدمات اللي قدمتها للشعب العراقي؟ اني اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. معنا اتصال ابو ايسر من تركيا. ابو ايسر وعليكم السلام ورحمه الله. هذا التغير يعني ظهر هم داخل بالاتفاقات السياسيه والمحاصصه اللي عنده كتله كبيره واللي راس كبير ما حد يقدر يحكي وياه، وربما انهم بعض التصريحات الاعلاميه على هذا البرلماني او ذاك انه هذا متغيب وتجاوز المده ولازم يرجع، لكن بالواقع ما حصل اي من امن العقاب ساء الادب. نعم استاذ عمر، احنا صرنا خزي للعالم، خزي للعالم انه شعوبنا عايشه على النفايات. نعم. مع الاسف هذا البلد اللي يمتلك كل الثروات، هذول البرلمانيين هم اجوا فقط ياخذ راتب ويسكت، ما له علاقه باحد، لان هذول عصابات متشرمه. انت اكو ترى هواي من البرلمانيين حتى اربع سنين ايده ما يرفعها. نعم. يقول لك انا شعلي انا اخذ راتب واروح، شعلي بهذا المواطن ياكل من النفايات وهالشرذمه هاي والمرجعيات الدينيه. شفت فد يوم هذا مهدي هذا الكربلائي من يقعد بالجامع يخطب او السستاني او غيره صدر فتوى قال لهم هددهم بها، قال لهم انه اذا ما تخدمون الشعب لكم مده سنه او سته اشهر. هذا هاي جريمه بحق كل الشعب العراقي، لأن يعرفون الشعب العراقي ما يريد حقه. يعني انت شفت على قناتكم المواقعه شفت النفايات اللي عالم تاكل منها وتلم قواطي وتلم عايشه عليها، اي بلد هذا يا يا يا, يا شعب يا عراق اي بلد؟ صرنا خزي للعالم يا اخي، عار صرنا. زين انا هسه بتركيا اشوف انه الكلب الى حقه، الحيوان هذا الكلب بالشارع الى حقه، المواطن هناك انقسم من الكلب بالعراق محشومين. بس هذا الواقع للاسف. شفت التبرلمانيين من اهل السنه زاروا المخيمات النازحين وقالوا لهم ايش تحتاجون؟ لا قاعدين ياخذون رواتب باسم الطائفه ها وما لهم شغله، عساهم كذا كذا، عوائلهم حاسبتهم قالت لهم للبرلمانيين ليش انتوا عايفين هاي جمهوركم بالموصل وبالانبار وبصلاح الدين وحتى بالبصره وابو المثنى وكربلاء كل خدمات ماكو. قالوا لهم عوائلهم قالوا لهم انت سويت لهذا الشعب؟ هذول جايين فقط للكشخه والابوه انه يقعد بسياره، لان هو ثقافتهم هاي يقعد بسياره صافرات وحمايه وكذا ياخذ فلوسه فلساته وما له شغله عنه ان الشعب العراقي يتدمر
ينتحر، يبوق، يقتل، يسرق، ما له شغلة. هو يقول لك أنا عندي دولارات حاطن بجيبي شايلة يبيهم. نعم. يعني يعرف شعب ساكت ما يريد حقه يا أخي، شعب نايم. نعم. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا كان معنا. السلام على الواتساب يقول فيها، يقول على الشعب أن يتوحد وينتفض ويحمل السلاح ضد هؤلاء الخونة والعملاء وتجار الدين. يقول شوفوا إرادة الشعوب الأخرى كيف صوتها أقوى من صوت السلطة. أبو همام يقول السلام عليكم، يقول أنا من بغداد، يقول الحل الوحيد هو لإسقاط هذه الحكومة هو بسحب أفراد الحشد والقوات الحكومية، وأن لا يسمعوا للحكومة وأن لا يسمعوا أي كلام لأي معمم فالحكومة سوف تسقط. نعم. إذن أعزائي المشاهدين تحدثنا في هذه الحلقة حول ما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد، نواب يتهربون من مهامهم وجمهورهم، وأشار التقرير إلى أنهم منذ أول برلمان منذ العام 2005 نهاية 2005-2006 ولغاية الآن لم يجتمع البرلمان بكامل أعضائه ال 329 لغاية الآن. في اتصال ولا؟ هل يوجد اتصال؟ نعم لا يوجد اتصال. ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.